يا أخي أنا هذا الحديث والله يا عقيل كلما قرأته أنتفض، وإذا قلت على المنبر سبحان الله عجيب. يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. شديد يا أخي، في وعيده يخوف بصراحة. أيوة يعني، ولا تتبعوا عوراتهم، لا يبدأ يقول وش قال وش قال، عندك صور للموضوع، عندك كذا، طيب ارسل لي ارسل، يتتبع يفرح، ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته. بنتك بكرة تزل، ولا ولدك، ولا أنت بشر وتخطئ، ولا يصيدون عليك صورة، ولا يصيدون عليك، ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. والله نجيب لك الله واحد يصورك وأنت في داخل بيتك عشان تتأدب ولا تتبع عورات الناس.